رايكم لي شاف؟ اليوم ان شاء الله نشوف واحد لا روسيت اللي طلبوها لنا بزاف ديال الناس في لاباج فيسبوك ديالنا اللي هي مويلو شوكولا. اللي غنحتاجوا فيها لي زانغريديون اللي قدامنا البيض اونتي، سكر سمول، الزبده، لا فارين وشوكولا نوار 72 اقبال. دونك اول حاجه نديروا شوكولا 72 والزبده يذوبوا ونبداو في الميلونج الاخر. الوقت اللي غيذوب لينا الشوكولا والزبده نبداو نخدموا البيض ديالنا مع السكر، نخدموه مزيان. نديروا لو فور ديالنا يسخن درجه الحراره 160. دونك الشوكولا 72 اكبال ديالنا ولو بور دابو كنميلونجيهم بحال هكا ونزيدهم فوق لي زو والسكر وفي الاخر كنزيد لافارين صافي وكندريسيهم في لي رابكان اللي غندخلهم للفران. كنزيدوا لافارين في الاخر ناخذ لي رامكان اللي غندخلهم للفور ونعمرهم لي دو تيير ونخليهم يتروبوزاو نص ساعه في الثلاجه عاد ندخلهم يطيبوا في درجه الحراره 160 ما بين 8 حتى 10 دقائق. دونك من بعد ما كملنا الميلونج ديال لاباري ديالنا ديال مويلو خدينا لي رامكان ديالنا درنا لهم الزبده ولا بودغ دو كاكاو اقبال. دابا غنعمروا لي دو تيير ديالنا ديالهم ونخليهم في الثلاجه لمده نص ساعه يتروبوزاو ابخي عاد نطيبوهم كنا في درجه الحراره 160 ما بين 8 حتى 10 دقائق. كنعمروا لي دو تيير دونك نخليهم يتروبوزاو كنا في الثلاجه ابخي ندخلهم يطيبوا في درجه الحراره 160 لمده 8 ما بين 8 حتى 10 دقائق. دونك من بعد ما طيبنا المويلو ديالنا وديمولينه خرجنا كيخرج على هذا الشكل هذا وها لا تيكستور ديالهم من الداخل كيفاش كتكون. نتمنى يكون عجبكم وبالصحه والراحه.